كريم، لآخر مرة هقولك إني مش هسمح لك تجرح سلمى. أهلاً، واضح معاكوا لقاء الخميس. اني اقعد لوحدي كتير يعني دي حاجه غريبه انا نفسي مستغرباها، يعني بحب اقعد مع لوحدي كتير، اقرا، اسمع مزيكا، بلاقي نفسي وانا لوحدي. يعني كانوا يقولوا لي يا خميسي على اسم جدي، ايه يا خميسي؟ تعالي يا خميسي، فاكيد انا مش خميسي على فكره. حاجات كتير نفسي قوي، معرفش بيسموها ايه، اللي هو بتنزلي من الطياره كده وتركبي باراشوت ولا حاجه زي كده يعني، بس بخاف قوي، او انط من حته عاليه على البحر، نفسي يبقى عندي الجرأه ان انا اعمل كده. يعني اسعد يوم في حياتي لما خلفت ابني الكبير ادهم. في اللوك بتاعي نفسي اخس كمان شويه، بتاع مثلا 6-7 كيلو كده ولا حاجه. الحنيه، لعبتي المفضله فتره الطفوله التمثيل، على فكره كنت بمثل على اخواتي وبضحك عليهم واخليهم يعيطوا كده. الف العالم، الف كل العالم واشوف كل البلدان واتعرف على كل الحضارات. طبعا انا اوريدي قاري على الحضارات القديمه بس دلوقتي بقى. اشكر ربنا على كل حاجه، وبقول كده بعمل مديتيشن كده وبقول زي حاجه طويله كده انا كاتباها، يعني بشكره على كل الحاجات. بحب اقرا واسمع مزيكا، ويعني بالتحديد بسمع مزيكا واقرا. هو مش كتاب واحد، هو كذا كتاب، بس عموما انا بحب اقرا قوي عن الفلسفه والتاريخ القديم. هو انا لما قعدت مع نفسي